اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا في مصر هنا بطمنكم ان دعمكم لينا و مساندتكم لينا في خلال السنوات اللي فاتت اتصور ان انتم رازينه دلوقتي وشايفينه كويس، شايفينه بحاله من الاستقرار، مش استقرار امني. شوفوا ما فيش برضو ده مهم ان انا اقوله، ما فيش حد يقدر على الشعب المصري يعني يفرض عليه يعني قبضه، يقول لك قبضه امنيه، ما فيش كلام من ده. الشعب المصري ما يقادش كده. طب انا هخرج خارج السياق خالص. صحيح في يوم والكلام ده مسجل في محاضره اسمها، انا بدردش معاكم، فالسفيره الامريكيه بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ فقلت لها اللي هيحكم مصر الاخوان المسلمين. اللي هيحكم مصر ايه؟ الاخوان المسلمين. قالت لي طب وبعدين؟ قلت لها هيمشوا. فقالت لي ليه؟ قلت لها الشعب المصري ده شعب لا يقاد بالقوه، ما يخشش الجامع والكنيسه بالعافيه، ما يخشش الجامع والكنيسه ايه بالعافيه، هو كده. فانا عايز اقول بس ان ايوه ده اللي حصل، وده الكلام ده متسجل في محاضر رسميه. اللي انا عايز اقوله هنا في مصر بطمنكم ان كل دعمكم لينا، انتوا بتقدموا دعم لدوله فيها 100 مليون انسان، وده اعلى درجات حقوق الانسان.